المعرض تحت عنوان تحية محبة ووفاء لرجال الجيش العربي السوري شهدائنا الأبرار. الأطفال عم يعبروا فيه عن محبتهم لهالوطن، عن تقديرهم لتضحيات رجال الجيش العربي السوري وشهداء الوطن، وطبعا عبروا باسلوبهم الفني من خلال مواهبهم، من خلال قدراتهم، امكاناتهم، ابداعاتهم اللي نحن عم نلاحظها بخامات مختلفه، بطرائق مختلفه، وهذا الاسلوب الطفلي الطبيعي اللي يعبر فيه عن محبته لهذا الوطن ولقائد الوطن ولتضحيات رجال الجيش العربي السوري. نحن جعلنا عنوان لهذا الملتقى الفني الرائع بالتعاون مع رفاقنا في نقابه الفنانين التشكيليين، قلنا بعنوان أملنا بشار لنكمل المشوار، وهذه رسالة ليسمعها العالم أن هذا الفسيفساء السوري الجميل هو لكل السوريين، ونحن ننطلق من خلال هذا المهرجان لكي نجسد هذه الحالة في أذهان الناشئة، أذهان من سيحمل راية الوطن في المستقبل، وننقله إلى جماهيرنا. أخذنا الاختصاصات المهمة اللي هي الرسم والنحت والخط العربي، وفي طبعا اختصاصات الأعمال اليدوية من بقايا الطبيعة، بقايا الصناعة، في عنا مهن تراثية ومهن شعبية. قدرنا نحن من خلال هالفترة هي العشر سنوات الأخيرة نعزز ونحس الأطفال على التمسك ونذكرهم بتاريخهم، بحضاراتهم، بالتراث اللي هن أباؤهم وأجدادهم عاشوا عليه. مشاركين طبعا بأشغال تبع الصبايا اللي هن بيشتغلوها ضمن السنوات، اللي هن ثلاث سنوات عنا الطالبات بيشتغلوا هذا الشغل، وبياخذوا مقابله أعمال، درجة أعمال، يعني العلامة اللي بياخذوها مقابل هالشغل اللي بيشتغلوه. احنا من زمان كنا نشتغل بقايا طبيعية، بس هلا ما في بقايا طبيعية، الأستاذ صار يقول لنا اشتغلوا هاي، شجعنا إنه نشتغل على هاي، ونحن صرنا نحبها. هلا نحن إجينا لهون عشان نتشجع على هاي المهنة، يعني صار كل يجي يشتغل لأنه سهلة وخفيفة، يعني ما فيك تشتغليها بسهولة، يعني مو صعب تشتغلها.